في البارت سي بيقول عايز الـ IRR الـ Internal Rate of Return on Incremental Investment. طيب احنا اتفقنا برضو one of three different machines should be considered، فناخد الاقل على طول من غير ما نفكر اللي هو ماينس 4 اقل في الانفستمنت ماينس 44، وبعدين نحسب نقول كده البريزنت وورث للاي المجهوله بين مين التالي ورا 44 اللي اكتر في الانفستمنت شويه ماشين 2، يبقى ماشين 2 ناقص ماشين 1 نساوي الكلام ده بصفر ونحسب الاي، والله لو كانت اكتر من 22% ناخد الماشين 2 يبقى الزيادة تسوى، ولو كانت اقل نضل على المجنون اللي معانا اللي هو ماشين 1. احنا عندنا الفرق بين الاتنين دول كنا حاسبينه قلنا 16000 يبقى ماينس 16000 والبلس كان الفرق 6000، وال 6000 عايزين نجيبها بي جيفن اي 1 زائد الاي اس 10 10 سنين ناقص 1 على الاي المجهوله اللي هنقارنها مع المار، فنقول كده ماينس 16 زائد 6000 في بسط ومقام 1 زائد الالفا اكس أس 10 ناقص 1 تحت ألفا إكس في 1 زائد ألفا إكس أس 10، يقول الكلام ده يساوي صفر وشيفت سولف بوينت مثلا 2 ولا حاجة، أو تقول بوينت 2 اللي هو المار، يعني حاجة عشان تسرع الحسبة شوية ما تسيبش رقم كبير قوي ولا صغير قوي. طلع 35.7%، والله الفرق يسوى أكبر من 22%. نقدر نقول إذن select machine 2 لغاية دلوقتي. طيب كمان مرة نفس المعادلة هقول كده ال present worth لل i بين M3 واللي اخترتها اللي هي M2 يساوي صفر. اذا ماينس كان فرق 12000 وزائد 3000 مش كده 3 صح في نفس المعادلة اللي هي 1 زائد المجهول بتاعي بس 10 ناقص 1 على اي في 1 زائد 10 واحد زائد اي اس 10، هغير بس ال 16 اخليها 12 وال 6 اخليها 3 واقول شيفت صول اكتب 35% ماشي الحال. الاي متوقع طبعا يطلع اقل من 22000 لان احنا عارفين ان كان هنا ماينس 230 فطلعت 21.4، لو كانت طلعت حتى 22 بالظبط كنا اخترنا ماشين 3. اذا هنقول بقى ايه keep machine 2 وريجكت طبعا مين وريجكت machine 3.